الكاش بقى النهارده لازم نخلص اللعبه دي، لعبه اسطوره الشاورما، واقترحوا لنا العاب تحت في الكومنتات برضو. لو عايزين العاب رعب اي حاجه قولوا لي وانا هنزلها لكم ان شاء الله. مع ان 458 دولار ما نقدرش نشتري بيها اي حاجه صح، المحل كله ما فيهاش نشتري بيها اي حاجه خالص، مكنه الكولا دي بس مش هينفع نجيبها دلوقتي، فنطلع احنا في اليوم العشرين 20 عامه يعني. يلا بينا يلا نخش المتجر، انا هسبيد رن خلاص، بقيت عارف اعمل ايه. قطع اول حاجه البطاطس خلاص، وهات الشاورما قطعها برضو، وهنخلي الواد ده ينزل حاجه بس مش دلوقتي، استنى بس. اوكي كده كفايه، نزل حاجه يلا والعصير بس. اوكي ده عايز واحد شاورما، حط 100 بطاطس، هات البطاطس قطع بطاطس. اوكي كده كده هنسبيد رن، لف حطه على النار، هات اللي بعده، خش جوه انت، خش جوه اللي بعده. اوكي كده كده لسه فيقته، لسه مش هيتحرق دلوقتي، هات. اوكي غطيه غطيه غطيه، هات البطاطس قطع غيرها، بيزعلوا بسرعه الزباين. ها ماشي، كل عايز منه واحد 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 واحد، يلا لم الفلوس. اوكي نعمل غيره غيره، لف غيره، حط لي حاجه بس كده ايه لما يجيش واحد يسربعنا. بطاطس حطها قطع تاني، يلا لا 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 كان هيتحرق ده، ماشي يلا ادي لي الخليجي اتفضل. اوكي اللي بعده سويه، ماشي عايز واحده كلها عايزه واحد، ليه كده النهارده الناس كانت بتطلب اتنين فين؟ اوكي هتيجي تطلب اتنين دلوقتي، لا طلبت عصير عادي يعني. اوكي ده طلب واحد وعصير برضه، خد العصير خد العصير، وخد واحد شاورما واحد شاورما، ماشي يلا قطع الجريل اللي بعده، حط على الجريل واحد برضه، لم لم فلوسك، قطع بطاطس، هات ده كده حطه هنا، وقطع شاورما، قطع 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 شحات وصل. انت قلت لي الشحات ده ايه؟ اديله عادي بس اطلب منه فلوس، ده عايز اتنين، حط 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 الحاجه واستناه اما يجي. ادي الواد ده بس الاول، هديله واشوف هطلب منه فلوس، واشوف زي ما انت قلت ولا لا. فين الفلوس يا راجل؟ خد خد فلوس، تعالى يا حرامي. الحمد لله اخدت منه فلوس، كان هيطلع يجري. خد عصير، ماشي السيد ده هيزعل علينا، ها هيزعل علينا السيد ده، فاضل دياب حل ايه ده صعيدي. اوكي خلاص انا بعمل كله مره واحده، فاضل انت بس. اوكي قطع شاورما، الوقت مش هيحالفنا غالبا، لا خلاص كده مفيش وقت، هدى كده ده لو هو عايز واحد خلاص 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 مفيش وقت مفيش وقت. شكرا معانا 618 دولار اللي بعده. اوكي في حاجه نقدر نشتريها في المحل، اتوقع الكولا، ايه الكولا فعلا، وفي السمبوسه، في الراجل ده خلي عيونك مفتوحه 10 على 10 واذا شفت الحرامي كسر له راسه مره واحده كده خلاص 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 شكرا. عندنا مكنه صنع البيبس، نجيبها ولا هتزولنا؟ اتوقع نجيبها، هات هات لازم يهضم بعد الشاورما، بيع زباينك كولا، هات كولا هات كولا يلا اللي بعد. اوكي يعني كمان هتزولنا مش بتعبي اسرع، حلو قوي ده، احنا جبنا حاجات تزولنا. معانا 93 دولار حلو، كولا بقى هنعملها ازاي؟ حط كولا هنا، قطع بطاطس خليهم جاهزين كده، وانت حط لي الحاجه عصير، بس نسينا نقطع الشاورما الله يخرب بيتك. ماشي كده كده مستنيين البطاطس تخلص، بطاطس يلا حط على الجريل. اوكي ده كله ليه؟ ليه يا عمو ده كله؟ خد طيب، يا رب تلم فلوس معانا، الحاجات دي اتحرق. ماشي ماشي الحاجات دي هتزودنا اقسم بالله احلى مزود. استنى يا عم انت، خد يلا ما عرفناش، انا كنت عامل ان هي تسرع معانا الموضوع. يا حرامي حرامي يا ابن الحرامي، الست دي نسيتها، انا بقيت مطالب اعمل كل حاجه في مره، معلش يا ست هجيب لك الحاجه. خدي خدي خدي، تفتح لناش بقك ارجوك. انا خلاص عالي باظ، لا لا هو ايه ايه ناقص ايه ناقص بجد، انا بوظت الدنيا. شاورما لا لا لا، خد خد كولا خد برتقال، ماشي ركز ركز خلاص خلاص، ما تعرفش تشتغل تحت ضغط ولا ايه؟ هدا كده الواد ده هيزعل، الواد ده هيزعل. اوكي هو هيزعل فعلا، خد خد خد، معلش ثانيه اديني ثانيه اديني ثانيه هكون كفتال وجه تعيطش. حط الحاجة، خد يا ابن العصير يا ابن الشاورما، هي خلاص خلص. خد ثانية يا حاج، حط علينا بطاطس والنبي، اهدى علينا يا حاج، جبت حاجات تزولني حاجات ايه؟ كان اتحرق، خد يا حاج بطاطس بطاطس، يلا يا ابن خلص يا حرام. اوكي اوكي شاورما خلاص، فضل 40 سنة 20 ثانية ولا حلو، هدى هنا هدى الواد ده. اوكي ايه يا ست ايه يا ست جاي تشربي؟ لم الفلوس دي، بص طالبة ايه؟ غالبا مش هنخلص ده كله، ادي الواد ده الشاورما بتاعته خلاص كده، حتى ما حاسبش حد، هو ده الحرامي الحقيقي، معانا 273 دولار، ماشي يلا بينا، مفيش حاجة في المتجر أكيد، والله يعني الفلوس بتيجي ببطء جدا، يلا يلا اللي بعده، يلا أول حاجة أقطع بطاطس، تاني حاجة أقطع شاورما، بعد كده أقول للواد ده حط الحاجة، جميل، حط الكولا، وحط الشاورما، حط البطاطس، أقطع غيرها، أوكي، بإيد واحدة شغالة، شغال بإيد واحدة يا جدعان، الله أكبر، الله أكبر فنان، طيب كل اللي جاي عايز شاورما، كل اللي جاي عايز شاورما، أوكي، بطاطس، طيب أول واحد جه أهو، ده تاني واحد، فاضل الحاج، مالك منصدم ليه يا حاج؟ خد عصير برتقال بس كده، يلا اللي بعده، قطع بطاطس، اوكي، اتنين شاورما، واحد عصير برتقال او بيبسي، خد البيبسي عشان نعبي غيره، هدا كده، قطع شاورما، البطاطس خلصت والشاورما ده خلص، اوكي، اوكي، خد، 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 يا ابن الحرامية، مش خلي حد ياخد فلوس، اللي بعده، خد،
خد مشغل التركيز التام. ماشي اقطع شاورما. يا ساتر يا رب يا ساتر. اللي بعده اوكي. اللي بعده واللي بعده. هدا كده وهدا كده. يا ستي متزعليش، طالبه حاجات كتير. خدي خدي اوكي. خدي ده يخلص بقى اوكي. خدي خدي هدلع الشاورما ده. خدي والكاستين البيبس. حد عايز بيبس؟ اوكي خد ال 20 سنت. حلو حتى الشحات بتقلب. هتهدى هديك. خد 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 هات يلا هات الفلوس حرامي. ماشي معانا 400. مش انا هنعمل حاجه خلاص خلاص كده. هدي بقى. عملنا 225 النهارده. شوف في ايه في المتجر ب 498. مفيش حاجه غلط. احنا دلوقتي في اليوم 23. يلا يلا نخلص. يلا لازم نختموا اللعبه دي يا عمو. قطع البطاطس. هات الواد ده. هات الحاجه. قطع شاورما. عايز 2 شاورما. ماشي تفتحها كده 2 شاورما. يلا نقطع الحاجه. هات الحاجه. هات الحاجه. قطع بطاطس تاني. يا لهوي كل ده. هات البطاطس اللي بعده. كله كده طالب 2 شاورما كده. ماشي اللي بعده. اهدى يا ست. هذا واحد. هوب هات ده كده قبل ما يتحرق. هات ده. فلوس. هات ده كده. حطه. هات. اوكي. اديله 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 اديله. صدر الست دي خدي. استنى العب لك البيبس. في شحات وحرامي والدنيا بايظه هنا. خدي. خدي. ماشي فين فلوس؟ تعالى خد شحات. هات فلوس. هات فلوس. ماشي خدنا منه فلوس. ماشي حط على النار. هات بيبس. النهارده ما سرعناش. النهارده بطائع. اوكي في واحد ناقص 600. مين عايز؟ مين عايز الواد ده؟ خد خد برتقان بيبس. اوكي ماشي للراجل ده. طيب اوكي لفه الاول. ماشي عايزين شاورما. معلش استنى يا بنت استنى. اهو خلاص حاجتك هتخلص بسرعه. هات لي كل حاجه. عايزين بطاطس. عايزين بطاطس. قطع بطاطس. هوب 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 هوب. الحمد لله في اللحظة الأخيرة. الحمد لله. خدي يلا فاضل دكيكة. يا حرامي يا ابن الحرامية. بعد كده مش هسيب فلوس تاني بره. اوكي بطاطس بطاطس. يلا حط الكولا دي لحد ما تخلص. هات ده كده. خد اوكي قطع شاورما. خد يا ابن امشي. يلا اللي بعد اللي بعد. اوكي مين وصل هنا الأول؟ خد البرتقال بتاعك. خد الست دي. يلا حط الشاورما اللي بعده. جميل أوي. مين بقى مين؟ الست دي. الراجل ده. خدي اليوم بيخلص. يلا فلوسي. ما لمتش الفلوس ليه؟ ماشي المفروض تتلم يعني. 155. يوم اللي قبله كنت عامل 200 وشويه. في حاجه في المتجر ب 600؟ مفيش حاجه للاسف. يلا طيب يوم 24. قطع بطاطس. ماشي خلي الواد ده يحط الحاجه. قطع شاورما. بس كده اتملت الشاورما. 100. حط خيار. حط البطاطس. يلا بينا اللي بعده. اوكي اوكي هات ده كده. مين جه الاول؟ الست دي. خدي اوكي هات ده. اوكي الحمد لله استوى. يلا خد خد خد. اوكي ركز معايا. ركز في الحاجه. ركز في الحاجه. الحاجه كانت قربت تحترق. لم الفلوس بقى. هات ده هات ده كمان. يلا هات ده كمان. اوكي مين مين؟ ادي الواد ده. ادي الواد ده. هات ادي الست دي ولف. ادي الست دي كمان. ادي الواد ده وادي الواد ده. هات برتقال. بس دي كلها عصاير. تعال تعال تطلع فلوسي. ماشي الحاجه كلها خلصت. الحاجه ماشي. عايزين شاورما برده وبطاطس. استنى بس نحط الحاجه. استوي وعصاير برده. اوكي في الشحات وصل كمان. قطع بطاطس. اوكي هات دي كده. اديله شاورما. برتقان. اوكي برتقان تاني. يلا يا ابن الحراميه. اوكي عايز كوبايه تاني عصير. يلا فلوس فلوس. حرام يا نصاب. يلا شاورما خيار. اوكي فاضل الشاورما. لازم نسلم طلب. لازم نسلم طلب. لازم نسلم طلب. اوكي كده البرتقال. هات ماشي سلم الطلب ده للبيت. هات كوبايتين عصير. هات هات يا عم الحاج. 2 برتقال. واحده بيبس. اوكي خلاص قربنا نخلص اليوم. نلم بس الحاجه دي كده. ماشي الواد ده كده. حاجه شكلها مطوله معانا. شكلها مش هتمشي اصلا. دول مفيش وقت. يلا خسرنا فلوس. لا ماشي 880 دولار. كسبنا كام النهارده؟ 227. حلو حلو كده معانا 994 عشان اتفرجنا على الاعلان. بس في حاجه في المتجر اكيد. في الخبز ده. كل ما يشوفك محتاج رغيف خبز بيرمي لك. حلو ده. شوية دبس رمان جوا السندويشة بيخلي طعم. وده ايه؟ جديد على المطعم. كبة مقلية ومحشية. لما كبه. يعصب الزبون دي بسبوسة. تعطي حبة بسبوسة. اتوقع ان احنا نجيب بتاعت الرغيف. جبناه خلاص هيساعدنا. يلا بينا معانا 19 دولار كده. معانا 19 دولار يا جدعان. بس ما نشوف بقى هيساعدنا ازاي. اوكي اهو اللي بيرمي العيش. حلو قوي. يلا هات الحاجه كده. ماشي خش انت تاني. اوكي احلى حاجه ان هو اللي هيرمي العيش. مش هحتاج ارمي العيش. يلا محتاجين بقى حاجه تخليها تلف العيش اللي بعده. اتعود على كده. حلو قوي والله الجهاز ده. ماشي ماشي ده. ماشي دي. ماشي ده. عايز كوكا كولا مقاطعه دياب. وانت برضه عايز كوكا كولا. وده يا صعيدي طلب حاجات كتير. معلش استنى خليك. انا بفضل السعيد عقل. ماشي خد لف. اوكي لف. والله الجهاز ده ساعدني فش. تزعلش بس يا ابن الحراميه. خدي اوكي نفس شاورما. اوكي
الواد ده هيعيط هيعيط الواد. طب بطاطس مش هحتاج بطاطس تاني كده في اليوم. متعيطش يا ابني حاجتك جاهز خد. ايه على راسي. يلا الشاورما هات الحاجه هات البطاطس بس يلا 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 هات ده كده هات ده كده سلم اوكي خد يا ابني الحرامية فلوسي 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 حرامي اوكي خد خد عصير انا فرحان بالمكنة دي اهو خدي اوكي ناقصنا المكنة اللي بتلف كده ايه ظبطنا الدنيا في المحل معناش فلوس النهارده قوي برضه مش لسه فاضل دقيقة اهم حاجة ان احنا جبنا حاجات تساعد في المحل الله في سندوتش مش مستوي حلو هيضطر ياخده هو للاسف يعني عشان انا طلعته بدري اوكي الحاجات بقت تخلص بسرعة يا جدعان هات هات ادي ده بس كفيش حد تاني اديه الباقي ينصب عليا خليهم هنا بقى 237 عملنا 200 وشويه 218 ماشي كده معانا 346 مفيش حاجه في المتجر خش المحل على طول اليوم ال 27 ماشي قطع بطاطس اول حاجه وهات الشاورما انا رجلي عملت يا جدعان رجلي بقت تقيله رجعنا تاني كده معانا 561 دولار جدعان في حاجه في المتجر لا مفيش حاجه في المتجر بتاعتي هتساعدنا جدا ان هي تلف الشاورما ماشي يلا بينا خش اليوم اللي بعد على البطاطس هات دول يتملوا اوكي قطع شاورما ارتاح يا حيوان لسه عملنا حاجه خلاص قربنا يا شباب قربنا قطع بطاطس يلا اوكي قطع بطاطس تاني انا عرفت طريقه الشغل ازاي مشي اللي قدامك بس هي دي طريقه الشغل مشي اللي قدامك واللي يزعل يزعل عشان يجي غيره مشي اسهل حد اسهل حد مشي هي دي طريقه الشغل بعد كده مين اسهل حد هنا الراجل ده اوكي ده سهل برضه يمشي حلو لو قدامك البت دي عايز تمشي مشيها بقى سيب الزباين التقيله دي للاخر قطع بطاطس اوكي مشيها دلوقتي الواد ده سهل برضه بس هنمشي البت دي عشان ايه ما تعيطش هات هات شاورما اوكي عشان نعمل طلبات كتيره والناس تجي لنا كتير بس هي دي الفكره اوكي خد خد شاورما ماشي بالحاجه تتملى اوكي هات هات الشحات ده كده ايه عايز واحد بطون تاني خد هات فلوس فلوس ماشي يا جدع يا ابن الحراميه انتوا جايين مع بعض ولا يلا في طلبات كتيره قدام اه مفيش حد سهل هنا دلوقتي كله صعب يا ساتر كله جاي نفس طالب نفس الطلب كده ضغط الشغل بقى هات ده كده ماشي ماشي اللي مش زعلان عشان ده لو زعلان وجيت تحضر له الطلبات هيفشخ هي طريقه الشغل بعد كده معلش انا مش عايز اديك شاورما معلش ده مش عاجبني يا عم زعل خد انت اوكي ماشي الست دي اوكي ماشي الواد ده خد اتنين برتقال ماشي اتنين شاورما واتنين عصر اوكي ماشي ماشي اوكي هات ده لو الراجل ده عايز يمشي بسرعة فهنمشي حط بس كوباية عصير اوكي هو كده المعاملة بعد كده الواد ده هيمشي بسرعة فهنديله الحاجة بتاعته واحد عصير هي دي المعاملة بعد كده شوية خنازير خليك انت عايز ايه اتنين شاورما لا مفيش خلص الشاورما خلص البطاطس خلص الشاورما يوم خلص يا جدعان خلاص كده معانا 918 كسبنا كام النهارده 249 كسبنا مبلغ في حاجه هنا ب 1042 ممكن لا مش هفتح حاجه من دي انا هفتح حاجه تساعدني اللي هو ده الورقه على ايدك انت بتكبس الكبسه انت بتكبس والجهاز بيصيب الهدف بس كده هنجيب البتاع ده يعني اليوم ده هنخشه هنطلع نجيبه هو هيساعدنا في المحل نمشي الاستراتيجية بتاعتنا دي عشان ايه دي احسن استراتيجية تمشي بيها اوكي بس كده هات بطاطس قطع ماشي اللي بعده اوكي اسهل واحد فين هو اسهل واحد اسهل اتنين معلش يا اخوي خليك معانا شوية جيب الفلوس يا حرامي اللي بعده بتاع بطاطس دي تطلع لو ده عايز اتنين هديك واحد اوكي هديهم لك اهو خد متزعلش اوكي قطع الشاورما اللي بعده اللي بعده خد عايز اتنين انت صح خد 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 اتفضل شحات كل حاجه ايوه يا عم مقدرش اوكي خد يا شحات هات فلوس 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 يا حرامي كلكم كده كلكم حراميه اللي بعده اللي بعده اوكي الشاورما قطعها لا هات قطع الشاورما هات ده كده مين جاي الاول كده كده في شاورما كتير في شاورما كتير تكفي الحبايب خدي ده واحد عصير من ده واحد عصير من ده ايه العبط ده هتهبل انا بقى اوكي ده مستواش حلو الست دي هتفشخنا دي تقييم وحش اوكي انا النهارده مش مركز اليوم ده مش مركز فيه اوكي اتفضل اوكي اليوم ده مش هتشبه الاستراتيجيه قطع
اوكي مين ادي الواد ده. خلاص هو كده كده هيمشي. يلا اتفضل. ماشي خد قطع حبه شاورما. اوكي ادي الواد ده. فيش بطاطس. خلاص اليوم خلص. اكيد مش هجيب بطاطس تاني. خلاص بس هو ده اخر طلب. اخر طلب معانا. اتفضل. بس كده عملنا 253. لازم تتضرب. 1298. حلوين قوي كده. بس ريح بقى. عملنا 11 زبون النهارده. اللعبه على الموبايل اصعب من الكمبيوتر بكتير. اوكي هنعمله البتاع دي. انا عايز اشتريها الصراحه. هات تمام. كل شويه يزود لي بقى. تعالى اما نشوف. طيب هنشوف هو بيعمل ايه. ده يوم 29. قطع بطاطس. حط لنا الحاجه. اوكي حط شاورما. حط شاورما. حط البطاطس. هنشوف هيلفه ازاي بقى. قطع بطاطس تاني بس عشان احتاجها. اوكي تمام فهمت. اتحرق مني. اوكي حط غير. اوكي ماشي. خد عايز واحد عصير برتقال. مش عصير عايز بيبس برتقال. خد اوكي برتقال. ماشي خد تمام. لما تيجي حاجه جديده بتلخم. قطع شاورما. ادي الواد ده. اوكي يلا اللي بعده. هدا كده. خد. استنى بقى لما التانية. خلاص حرامي يا ابني حرامية. برتقال. واحد شاورما هنا ناقص. خليك واقف كده. خليك خش. اوكي خد يا عم بطاطس شاورما خيار. يلا بطاطس 600 خيار شاورما. يلا بطاطس ناقصت. يلا عندنا عجز النهارده. يا ساتر طلعت الحاجه مش مستويه وايه. طيب خد عشان انت مش مستنضفك الصراحه. تاخد حاجه معفنه زيها. اوكي البت دي هتعيط. ماشي بس الراجل ده فلوسي عشان في حرميه كتير بتعدي. البت دي هتزعل. خد عصير برتقال. خد ده اهدي بقى. خد يلا. اوكي ماشي هات. يلا امسك عايز عصير برتقال. هو كله جاي طالب حاجات كتير ليه كده. يخرب بيت الهبل مش فاهم حاجه. خد فلوسي يلا. اوكي خلاص قربنا اهو يا جدعان. يلا امسك فلوسي يلا. رايح فين؟ خلاص خلصنا كده اليوم اصلا. هات خد. هو ده الوحيد اللي نقدر نخلص معاه. خد مش مهم طعم وحش. بس كده خلصت معانا 366. كنا بادئين بكام؟ 100 وشويه. كسبنا 268. ماشي حلو. بس كده يا جدعان ده اليوم ال 30. هنقف هنا. عملنا حاجات كتيره في المتجر. اشترينا حاجات كتير. اشترينا كذا حاجه. اشترينا دي. اشترينا مكنه البتاع. اشترينا عصير. واشترينا ايه تاني. بس كده. نشوفكم في الجاي. يلا سلام.